أما عن مصر فكان وجه فخامة الرئيس بالبدء في مبادرة دعم صحة المرأة المصرية كجزء من استراتيجية الوزارة في دعم برامج الكشف المبكر عن الأمراض المختلفة. حملة دعم صحة المرأة المصرية مهمة جدا، لأن المرأة المصرية بتعاني من مشاكل صحية متراكمة، سكر، ضغط، سمنة، أورام، وخاصة سرطان الثدي اللي بيمثل تقريبا 35% من إصابات الأورام بين سيدات مصر. وكمان الحملة من أهدافها تطبيق نماذج صحية للوقاية من الأمراض الشائعة في المراحل العمرية المختلفة زي فترة الخصوبة وفترة سن اليأس، وكل فترة من دول بيبقى ليها التحديات الصحية اللي بتنتشر فيها بشكل كبير بين السيدات. علشان كده احنا هنخصص مجموعة من الحلقات من البرنامج لصحة المرأة، ومن النهاردة هنتكلم عن أهم التحديات الصحية اللي بتواجه السيدات خصوصا أثناء فترة الحمل، واللي لا قدر الله لو ما كانش التعامل معها بشكل سليم ممكن تسبب أمراض ووفيات بين الأمهات والمواليد أو ولادة مبكرة اللي بتوصل بين الحوامل لحوالي 7%. وفي أمراض بتزيد حدتها مع الحمل وممكن تضر بالجنين زي حالات الإصابة بأمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو السيدات اللي بتعاني من مشاكل زيادة تجلط الدم، أمراض الكلى، الأمراض العصبية، أمراض المناعة الذاتية، أمراض الغدد الصماء، كل دول معرضين لخطر زيادة أثناء الحمل. وكمان سكر الحمل اللي بيصيب تقريبا 5% من الحوامل وعادة بينتهي بعد الوضع، بالإضافة طبعا لمشكلة سوء التغذية المستمرة والمنتشرة بشكل كبير، وبتبدأ من الطفولة مع البنت لغاية ما توصل لمرحلة الخصوبة والحمل، وهي بيبقى ناقصها عناصر أساسية ممكن تؤدي لمشاكل ليها وللجنين أو حتى زيادة فرص تعرض الطفل لمشاكل صحية كبيرة. يعني الدراسات على الحوامل بتأكد أن سوء التغذية عند الأم الحامل بيأثر بشكل سلبي على نمو الطفل في السنوات الأولى، وكمان بيزود من خطر تعرضه للسمنة ومن مضاعفات التمثيل الغذائي زي السكر وأمراض الكبد. كمان بعض المعادن والفيتامينات نقصها بيأثر على الجنين، مثلا هنبدأ اليود ممكن بيسبب تشوهات خلقية وخلل في الدماغ وشلل نصفي تشنجي، وكمان ممكن يزود من خطر وفيات الرضع. طيب والزنك، انخفاض مستويات الزنك ممكن يسبب تأخر نمو الجنين وتشوهات خلقية. طيب نقص الحاد في فيتامين دي المنتشر بين السيدات في مصر بصورة كبيرة ممكن يسبب الكساح للجنين، وكمان نقص حمض الفوليك بيسبب عيوب في الأنبوب العصبي عند الرضيع، وكمان نقص الكالسيوم بيسبب ضعف نمو الهيكل العظمي للجنين. ومع انتشار فقر الدم في السيدات غير الحوامل بنسبة 30% بنلاقيه بيوصل في الحوامل لأكثر من 41%، وده بيظهر في صورة الشعور بالتعب والإجهاد المستمر، دوخة، ضيق نفس للأم، وبيسبب تأخر نمو الجنين.